السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط. موضوعنا لهذا اليوم حل نظام معادلتين بمتغيرين خطيتين بالمتغير X و Y بالطريقة البيانية. نأكد على طريقة الرسم. اختارينا مثاليا أحدهم من الأمثلة الوزارية والثاني مثال من الكتاب. الطريقة البيانية عندما يسمع طالب بهذا الموضوع يحضر النظام الإحداثي أولا والمسطرة أيضا حتى يكون الرسم دقيق، معناه عملية رسم. نكون جدول للمعادلة الأولى والثانية، نقوم بترقيم المعادلات. المعادلتين الأولى والثانية الحل بهذا الشكل. خلاص ردنا الواي تساوي لنا اكس ناقص 2 هي المعادلة رقم 1، والمعادلة الثانية الواي تساوي لنا 3 ناقص الاكس المعادلة الثانية. لاحظ الترتيب هنا، يركز على فكرة الترتيب. هذا طالب ما سرد أشكال بهن على فكرة الترتيب. الجدول الأول يمثل المعادلة الأولى. الجدول كالتالي: x y النقطة x فارزة y. تكتب المعادلة بالجانب. الواي تساوي لنا x ناقصا 2. لاحظ طريقة الاختيار حتى ما يصير الطالب عنده أخطاء. مو طالب دائما يتخيل الصفر. الفكرة هنا أيضا بها فائدة. الحل بالشكل التالي: اختار العدد يساوي الاكس يساوي 2، راح يصير الواي تساوي بدل الاكس 2 ناقص 2، احصل عملتها ان الواي تساوي لنا 0. صار عندنا النقطة اسمها 2 0. نقطة جدا سهلة بهذا الترتيب. اختار الواي تساوي لنا 3، راح يصير الاكس يساوي لنا 3، راح يصير الواي تساوي لنا 3 ناقصا 2، ومن عندها احصل ان الواي تساوي لنا 1. النقطة هنا صار عندنا 3 1 بهذا الشكل. هذا بالنسبة للمستقيم الأول. سقط النقاط في النظام الإحداثي. النقطة الأولى 2 بصفر 1 2، هاي النقطة الأولى 2 بصفر. النقطة الثانية 3 1 ثلاثة واحد للأعلى، هذه النقطة ثلاثة واحد. التركيز على نقطة التقاطع وليس اسم النقطة. هذا مثل المستقيم الأول. L1. انتقل للمستقيم الثاني. جدول آخر يمثل المستقيم الثاني. X أولا، المتغير Y ثانيا، النقطة X Y، المعادلة تكتب بالجانب. ال Y تساوي، لاحظ الاختيار هنا، 3 ناقصا ال X. فكرتنا هنا فكرة الترتيب. اختيار القيم، عندما الاكس صفر راح يصير الواي تساوي لنا 3 ناقصا صفر، صار عندنا الجواب 3. يقدر الطالب بهذا الشكل الواي تساوي لنا 3. الاختيار الثاني، الاكس يساوي لنا 1، راح الواي تساوي لنا 3 ناقصا 1، اصلا الواي تساوي لنا 2. النقطة الأولى 0 3، النقطة الثانية 1 2. كملنا النقاط، نرسم المستقيم الثاني. النقطة الأولى 0 3 0 للأعلى 3 1 2، هذه النقطة الأولى. النقطة اسمها 0 3. النقطة الثانية 1 2، إحداث الأول 1 و2، النقطة هي 1 2. نقطة التقاطع اللي تمثل المستقيمات من أين عند خلال الرسم. لاحظ الجواب هنا بالنسبة لهذا السؤال. نقطة التقاطع في هذا المكان. L2
هنا عندنا حرف اس مثلا عندنا نقطة التقاطع. كيفية قراءة نقطة التقاطع؟ لاحظ أيضا المسافات منه. كل ما يكون رسم دقيق أفضل بهذا الشكل. المعادلة الأولى نكتبها بالجانب، والمعادلة الثانية الواي تساوي عندنا اكس ناقص 2. المعادلة الثانية الواي تساوي 3 ناقص الاكس موجب 3 ناقص الاكس. هسه عندنا 2 واي تساوي لنا 1 إشارة للأكبر، فالواي يساوي لنا نصف. معنى الرسم هنا يا هذا السر. نجي نتغير اكس، بدل الواي راح نخلي نصف، راح يصير عندنا نصف يساوي لنا اكس ناقص 2، فالاكس يساوي لنا 2.5. واحد اثنين منتصف المسافة للأعلى. كل ما يكون رسم قلنا دقيق أفضل، يصير عندنا بالنسبة لتغير اكس 2.5. مجموعة الحل تقرأ بالشكل التالي: قوس مجموعة، قوس للزوج المرتب، الإحداثيات من البداية 1 2 ومنتصف المسافة 2.5. 2 1/2 بشكل كسر أو 5/2. الجواب هنا بالنسبة للمتغير واي للأعلى نصف المسافة مثل عندنا 0. أما اللي كتبناه هنا هذا التحقيق، الطالب أشير إلى إن شاء الله في طريقة الحذف كيفية تحقق الطالب من حل السؤال. هنا التركيز على فكرة الرسم أولا، هذا بالنسبة لجواب السؤال. التركيز على عملية التعويض، الاستفادة من فكرة الترتيب في اختيار النقاط، والتأكيد على دقة الرسم. المعادلة الثانية أو المثال الثاني، المثال الثاني المعادلة الأولى نرقمها بهذا الشكل. لاحظ هنا وجود أرقام أيضا إضافية 3x، عندنا هنا الاكس، هنا عندنا الواي، النقطة اكس فارزة واي. المعادلة الأولى 3x ناقص الواي تساوي لنا 6. هذه هي المعادلة. طريقة اختيار الأرقام حتى الطالب ما يصير عنده إشكال وكيفية المحافظة عليه. نختار هنا عندنا الاكس يساوي لنا 0، لها تصير النقاط بعيدة بهذا الشكل، صار 3 في 0 فصار الواي يساوي لنا -6، نحتاج إشارات أبعد. كيفية اختيار أرقام؟ إذا اختارينا الرقم موجب واحد راح يصير عندنا 3 مضروبة في 1 ناقص واي يساوي لنا 6، راح يصير عندنا 3 ناقص واي يساوي لنا عدد 6. ننقل العدد موجب 3 للطرف الثاني، يصير سالب الواي صار عندنا 6 ناقص 3، سالب الواي صار عندنا موجب 3 إشارة للأكبر، نضرب في سالب 1 يصير سالب 3. راح يصير النقطة الأولى بالنسبة موجب 1 وسالب 3. الطالب عندما يشعر هناك نقاط بعيدة ما يمكن رسمها أثناء الرسم يبندل بالأرقام، العملية اختيارية. نقطة ثانية نختار العدد 2 بهذا الشكل، راح يصير الجواب معنا 3 مضروبة في 2 ناقص واي يساوي لنا 6، راح يصير 6 ناقص واي يساوي لنا العدد 6. أنقل للطرف الثاني يصير سالب الواي يساوي لنا 0، إذن النقطة هي 2.0. لها طريقة اختيار الأرقام بنفس الوقت. إذا اختارينا أرقام سالبة تصبح النقاط أبعد. إذا اختارينا أرقام سالبة بالنسبة للمتغير X مع عملية الضرب والإضافة النقاط تبتعد أكثر. الطالب مثلنا يختار قيم سالبة ويحدد من قلة الطرف الثاني تصبح النقاط موجبة، النقاط أبعد أكثر ما يمكن. هذه الطريقة الأفضل لعملية الاختيار. هذا بالنسبة للمستقيم الأول، أرسم هذا النقاط بالنظام الإحداثي.
النقطة الأولى. النقطة الأولى 2-0 اللي حصلنا عليهم المستقيم الأول، لاحظ نقاط 2-0. الجدول الأول، الجدول النقاط الثانية اللي حصلنا عليها من خلال هذه المستقيمات. النقطة 2-0. النقطة الأولى 1-3 الاكس 1، الواي سالب 3 للأسفل، سالب 1، سالب 2، سالب 3، 1-3. هذه النقطتين الأولى والثانية تمثل المستقيم الأول، نرسم المستقيم بنقطتين. المستقيم الثاني، الجدول الآخر، أيضا هنا الـ X، هنا الـ Y، النقطة X فارزة Y، المستقيم الثاني X ناقصا Y يساوي لنا العدد 3. المثال الثاني لاحظ اللي يركز فيه على عملية الترتيب، خلصنا من عنده هذا المثال. طريقة الاختيار بالنسبة للأرقام X ناقصا Y، الطالب يتغلب على الإشارات، اختار الصفر، صفر ناقصا Y يساوي لنا 3، هنا يصير سالب Y يساوي لنا 3، نضرب في سالب 1، إذا Y يساوي لنا سالب 3، صفر سالب 3. النقطة الأولى 0-3 1-2-3. نقطة أخرى نختار العدد 1، تعويض في المعادلة، 1-y=3، ننقل للطرف الثاني سالب الواي يساوي لنا 3-1، من أثر نستنتج أن سالب الواي يساوي لنا 2، نضرب في سالب 1، إذن الواي تساوي سالب 2. النقطة الأخرى 1 تسردنا سالب 2. إسقاط هذه النقطة في النظام الإحداثي موجب 1، موجب 1 وسالب 2. النقطة موجب 1-2 هذا المكان. توصيل بين النقطتين الأولى والثانية موجب 1-2. طريقة قراءة هذه النقطة اللي تمثل عندنا هي نقطة التقاطع، نقطة التقاطع للتأكد من قراءتها. لاحظ التوضيح التالي، المعادلتين الأولى تحت الثانية 3x-y تساوي لنا 6،
X ناقصا الواي يساوي لنا 3. نستخدم تغيير الإشارات. صار عندنا هنا 3 2 X، إذن الإكس يساوي لنا 3 على 2. الإكس تعاد عندنا 1.5، محصورة بين الرقمين بين 1 بين 2. لازم يكون وقع بالضبط في هذا المكان. هذا بالنسبة للمتغير وإشارة الإكس موجبة مجموعة الحل، اكتبها في هذا المكان، S تساوي قوس مجموعة، قوس للأزواج المرتبة بين الواحد وبين الاثنين، 1.5، 3/2، ثم نقرأ المتغير واي. أيضا المتغير واي لاحظ هنا أيضا بالنسبة للإحداثيات بالأسفل، طالب لاحظ بين هذا العدد هذا بالمنتصف تقريبا بهذا المكان، نعوض قيمة الإكس في المعادلة الأولى. سردنا قيمة الإكس في المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، سر 3/2 ناقصا الواي تساوي لنا 3. أنقل الواي للجهة الثانية وأنقل 3 للجهة، سر 3/2 ناقصا 3 تساوي لنا الواي، فالواي تساوي لنا 3، إشارة سالب أكبر، صار عندنا 1.5، 3/2، 3 قامها 1، أيضا 3/2، 3/2 يعني 1.5 من منطقة المسافة، بالضبط لازم يكون القراءة في هذا المكان. القراءة السالبة سالب 3/2. هذه الأمثلة اللي تطلع بها كسور ما تحل. لاحظ دائما يحلون أعداد صحيحة حتى الطالب ما يرى هنا دقة الإجابات. لاحظ التقاطع هنا على الرسم، الطالب يعيد النظر في الرسم حتى يكون الإجابات ما صحيحة، يستخدم المسطرة. إذا ما كانت استخدام المسطرة بشكل صحيح والتقسيمات غير متساوية، التقسيمات غير متساوية راح تصير النتائج بها إشكالات. لاحظ هنا الرسم راح يكون بالمنتصف بالضبط في هذا الموقع. لاحظ حتى الطالب يعيد النظر بالرسم ويتأكد من دقة الرسم مطلوبة في هذا الموضوع على بساطته، تمهيدا للمواضيع القادمة اللي يحتاجها في الصف الرابع والخامس والصف السادس. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.